هسه هنا طلاب وقع عندنا هومورك، عندنا اللي هو هذا الاكزامبل اللي شرحناه قبل شويه. هذا طلاب الاكزامبل مثل ما تشوفون، هذه الانبوت سيجنال، هذه هو الدايود، وهذا هو الهومورك. بالنسبه لكم حيكون repeat the above example using a silicon diode with V threshold equals 0.7 volt. يعني هذا نفسه طلاب الاكزامبل، بدال ما كنا من الدايود يكون عندي شورت سيركت، كنت اعتبر فولتيته صفر، اوكي اريد تاخذون فولتيته 0.7 فولت، وايضا نفس اريد الفي اوتبوت شنو حيكون عندي الفي اوتبوت سيجنال. هذه طلاب ايضا موجود عندكم بالشيت سيركت تايبس من الكلامبرز، اريدكم هاي جدا مهمه تطلعون عليها. المفروض احنا هسه افتهمنا احنا شلون نحسب شلون الكلامبر سيركت شلون يشتغل، شلون نقدر نحسب قيمه الاوت. اوكي حاولوا تطلعون عليها حتى ان شاء الله اي اسئله عندكم نتناقش بيها، وحتى نبلش ان شاء الله المحاضره الجايه نستكمل الزينه دايو. شكرا جزيلا.